السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كوين ريم سوبريم، عندنا كوين نانا. هاي باري. اليوم يا جماعة رايحين ناخذ نانا على مطعم هندي. طبعا لي زمان ما أكلت أكل هندي، ونانا أول مرة أجرب الأكل الهندي. نانا first time a surprise ريما for me. Me not try Indian. وأيضا أحب أن أخلي نانا تحاول تأكل بيدها. We'll try to make you eat like Arabic people yeah, Arabic and Indian. Hands. Very nice. With the hand, okay? نحاول أكلها بيدها. Yes. وبس والله. فقبل ما نبدأ، please عملوا subscribe، فعلوا الجرس، ويلا بينا. Let's go. Alright, guys. وصلنا بالسلامة، وهذا هو المطعم. نسيت أقول لكم اسم المطعم، ديشي كيتشن. It's the Indian cuisine. Alright. Yeah. So يلا بينا. Let's go. Alright, guys. رجعنا للسيارة. صراحة طلبت وقلت له ممكن أصور، قال لي لا ممنوع التصوير. سو كنا والله نبي ناكل جوا لأن المكان هادي، ولما في فرصة إنه ما في ميوزك ما في أغاني قلنا لما نجلس قال لا. سو حنضطر ناكل أكل هندي في السيارة. Try Nana. Yes. Try Indian food. Food. First time. في البداية راح أقول لكم تكلفة الأكل هذا كله it's 48.70 something، يعني 49 دولار، يعني 50 دولار. فالأكل الهندي غالي والله، ما بس طعم صراحة. أنا يعني ما أدري عن المحل هذا، خلينا نحكم بعد ما نجرب. صح. We try first and then say good no good. Yes yes. وغسلنا يدنا على فكرة. We washed our hands to eat with our fingers. طبعا طلباتنا very nice. طلبت goat برياني، يعني برياني بلحم العنز أو الماعز. طيب فهذا هو. الله الله نانا. شوفوا كيف الريحة. جنن. شوفوا كيف. لازم وقفة. نايس. شوفوا كيف. يا سلام. Oh my god. Okay. Let's put this on the side. حطوا لنا نوعين صوص، هذا زي الحمر وهذا شيء فلفل حار. Okay. الصوصات اللي تيجي معه. Okay. And this is the naan. خبز. This is bread. Bread. Naan. اوكي عارفين النان زي التميس. اوكي الله. اوكي نانا ويل ايت ذس وذ ذا سوب. طبعا الطلب الثاني وات از ذس تو سموسا. يلا نايس نايس. انا بس اوريكم طلبات بعدين نبدا نهجم. طيب مور مور. يس يس مام. او ماي سوب. هذه اللي هو التشيكن برا تشيكن. اوكي برا تشيكن تاكا اي ثينك. No, butter chicken. اللي هو تعرفونها chicken أو صل chicken بالصلصة الحمراء. And lentil soup. ما حد يجي مطعم lentil. هندي ما يجرب lentil soup حقهم. Okay. مع النان. يا سلام. يلا نبدأ نانا. And they did not put spoon or knife. No spoon. No. هروح أجيب الملاعق سريع وأجي. Oh my goodness. يا نانا. But we will not use the spoon just for the soup. بس للشربة. Yeah, okay. Yeah, yes. Yeah. First. Sambusa. نبدأ بسمبوسة. سموسة. هنا. سموسة. Yeah. Ah, hot. Very hot. بسم الله. My chicken. Vegetable. Nice. Spicy. Very hot. Huh? Hot. Nice. Hot. Hot than it's out. Ooh, very hot. كنا نجيب هذه الصلصة البيضة. الله حاطين فلفل أسود مرة كثير. Okay. Good. Nice. فلفل مرة حار.
والله فلفل اسود مره تو ماتش. اخر غمسه نايس بهات هايت هات very good very hot nice you like 10 out of 10 10 10 10 out of 10 10 من 10 this is for you one for Nana olive bread soft bread nice oh my god now you're gonna dip it here في butter chicken شوفوا كيف nice bread دجاج الزبدة مانعة حب أحوس السيارة dip it Nana آه No, it's mild. I asked for mild. Mild بالنسبة للهنود مرة حار. You like the spices? This has chicken inside. Like this. Wow, nice. قال لي إذا تبغين هذا ب 16 دولار. قال لي إذا تبغين بس الصوص في العلبة دي ب 8 دولار. والله شيء. Just eat soft. Nice, like sweet. Sugar. Very delicious. Very delicious. Nice. تبغى الصراحة المحل من جوا مرة. واو. واو. Yeah. No, no. Nice. You like? Here, give me your bread. Mm-hmm. Because it's hard to. It's like, cut this. Mm-hmm. Chicken. It's hot. تتت نضبط نانا الله شوفوا كيف أبصال الدجاج شيء خرافي نانا مشغولة نانا is busy me busy look at now nice والله الخبز مرة طراوة شيء خيالي Nice, Rima. Very nice. Oh my God. You want me to put one here? No. More? Yeah, eat. Yeah. Rice. Rice. Oh yeah, we have rice too. Yeah, rice too. No, not too much. And we will use the bread for the soup too. If you want soup with my bread. Yalla. How much do you give this, Nana? 50. 50 out of 10? Not 10, 50. 50. 50? 50. Very nice. باين ان نانا مرة عجبة لك صح؟ Holy bread. صراحة ريحة السيارة الحين ما تتخيلون. كاري على بهارات على صراحة مثلني البيت بالعافية حبيبتي بالعافية طيب الحين نجرب الشوربة خلطها خلط كده you have your spoon Nana everything is very hot كل شيء مرة حار you want first to try my bread if you want let me mix it this is new here My soup, mom. It's very hot. Very hot. Huh? Bring the soup to your mouth. Yeah, come. No. Here. Okay. You like this, no? Do you like the soup? Nice, but this very more nice. More nice. عجبها chicken, butter chicken. صحيح. اتفق معك ان انا needs a little bit more salt و في ليمون هناك اذا حطينا شويه ليمون more. give me the lemon في البرياني حاطين ليمونه سوف استخدم الليمونه هذه نحطها هنا got the rice too much نعصر الليمون حكا يلا كده Mix me I put lemon. Yeah, I put lemon. نشوف كيف الطعم يتغير. Blow it. It's hot, mom. Okay. More nice. More nice, my lemon. Yeah.
مو بالصوت. يا يحتاج شوية ملح. أديلة 8/10. نايس، هذا سوب فيري نايس. لأني قد جربت صراحة اللينتل سوب من الهندي مرة، في شربات أطعم من هذا. هذا على موية كذا جاي، ما أدري كيف. يا it's not like other Indian restaurant. Chicken butter, butter chicken is nice, is better. More nice. Tastier. الرز يلا بيدي كنانة، خلونا نبدأ. بسم الله. With hand. My hand. Yes. نضبط وضعنا ونرجع لكم. بسم الله. الرز يا جماعة، الرز. My hand. نانا حتسوي حوسة كبيرة. ما تنسى. يلا يدنا نظيفة، غسلناها. نانا you like this onion. We can eat it later. Okay. So goat, take a meat. Take meat like this with your hand, your finger, three finger. Okay, and like this. Very hot. It's okay. نسبة الشحوم عالية. طيب نانا. Nice. Now, what do you do with the three fingers? Three fingers. You do this. Like this. Okay, like this. Like this. And then you push it like this in your mouth with this finger. Good job, Nana. ما يحتاج شرح. يلا بسم الله. الله. How do you feel, Nana? The food tastes better? More nice? Nice. This is the Middle Eastern way how to eat rice, okay? With your three fingers, right hand, grab the rice like this, and then you push it with your thumb. Push it up to your mouth. Try it, guys. Food tastes way better. Very nice. 10/10. How much you give this, Nana? 100 per rice. Oh, nice. عمي وعمتي كانوا ياكلوا رز الأمريكي الدب هذا. Everything good for rice, more good. دخلت على عائلتهم وعلمتهم على رز البسمتي، صاروا إدمان خلاص، ما عاد يعترفون بالرز الأمريكي. You make this. Yes, that's our rice at home. This. Good job. Oh my god, very nice. Rice. Okay, I'm done. Now بك الحمد والشكر. You done? Yeah. Here, hold it like this and eat. I'm gonna turn this off and eat. Good, okay? Close it. You wanna eat? Close it. Okay. أنت بتاخد راحتها. Meat a little bit more nice. Meat more. You want me to close the camera or it's okay? ها رجعنا لكم بعد ما طفحنا. Very very nice try. Try it, man. You like it? خلاص نانا. لا. إدمان الحين سنة خلاص راح نصير نتعاقد مع المحل الهندي هذا. Very very. Okay guys. So Nana, how much you give this restaurant? You like it, the food or? Only restaurant? Only food? All the food. 100. 100. Nice. Super nice. Bread nice. Rice nice. Samosa. Everything. Samosa. Very nice. Musa very nice. Musa. Samosa. This is samosa. We say sambosa. Everything is nice. So كذا جينا على هذا الفيديو. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا على قد ما إحنا استمتعنا. Please اللي مو مشترك اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. Bye bye everybody. Bye. I love you. Bye. Try food. Try very nice food. Try it.